السلام عليكم، اهلا فيكم في دردشه جديده. واخيرا وصل علي الحمد لله السلامه الله بعد يسلمك. شهرين تقريبا، خذ شهرين وشوي، شهرين وشوي في السعوديه. من شهرين مي ونص، من مي تقريبا من من مي نص مي او من مي لا من مي 18، من مي 18 راح تاتي. ايه، ورجعت هنا الحين اوغست 11. 11 اوكي، تو واصل امس بهالوقت. فالمهم اليوم 12 اوغست، لا الحين 3 ايام تقريبا من نزل النوت 10. من اعلنوا عن النوت، ايه من اعلنوا عن النوت ما بعد ينزل، بينزل الاسبوع الجاي يوم 23. يبيعون عندنا في السعوديه بس كراسي ما بعد ينزل. اوكي، قلنا ليش ما نتكلم عن، بما ان اندرويد فنشوف الحين بيتكلم كيف يعني. الحين دقيقه نبدا معاكم الحين. اوكي، كبدايه قبل ما نتكلم عن النوت، افضل جهاز اندرويد للاعمال او للانتاج؟ ايش قصدك المونتاج؟ لا يعني مثل الاشخاص الحق الانتاج، يعني اشخاص البزنس ولا شيء. افضل جهاز النوت، النوت النوت الساين بي دي اف، برجع بي دي افات. افضل جهاز اندرويد للالعاب اوروجي فون. اوكي، فنبدا الحين يعني اوروجي فون 2. اوكي، فمن ذا الجهاز. اوكي، عندك الجهازين، تحس الجهاز اللي افضل وافضل تقدر تلعب فيه، تقدر تسوي اشياء من الجهتين، يعني مثلا يكون محايد او انه يشتغل من هنا ومن هنا. ليش ما دخلت الون بلس؟ ما تكلمت عن الون بلس، ليش تخبوه؟ يعني ما يكون من افضل من ار او جي وفون؟ لا 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 لا، الون بلس ما في اللي هي وش يسمونه كولينج تشامبر. اوكي، ما في كولينج تشامبر، يعني 90 هرتز. 90 حلو، 90 هرتز يعني في الشاشه، بس ما في كولينج تشامبر. ذاك اللي هي في اللي هي اكزوست، حاطين حق العاب يعني افضل. لا حاطين اكزوست، يعني شايفينه ماكينه سياره. الكوبر اللي هي النحاس في فتحات اللي ورا، فتحات اللي ورا كانت تقدر تركب القطعه الهواء بعد ما لا غير القطعه. الموديل القديم اللي هو الاوروجي فون الاول كان الفتحات كانت بس شكل ديزاين، بس هالمره فتحات صغيره بس دصج. هذا النحاس اللي دايركتلي وصل للمعالج. أوكي، فهو يطلع حراره من هناك فوق انك تشبك مروحه. اوكي، نرجع الحين لل النوت. خلنا عن موضوعنا، بتكلم لكم عن النوت. نوت 10، نوت 10 بلس. من البداية ما في هيدفون جاك بدون أي سبب. لا لا، خلنا نشوف نقول الفروقات. أوكي أوكي، بدون أي سبب. سببين قالوا، السبب الأول قام يقولون بطارية زيادة، كذب وهراء. يعني قوقوت الموضوع، ديزاينز كثيرين يعني حتى في اليوتيوب وغيره أصلا ما يدخلون، يعني إلا إذا كانت بيسوون بطارية كأنها صبع زايد على جنب. هي يعني الروم حق ذا ما له، يعني ما له دخل في 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 البطارية. هم لو يزيدون يعني السماكة مال الجهاز يعني فاصلة واحد يقدرون يحطون تقريبا 100 زيادة. طيب أمبير. طيب سامسونج معروفة أنها تبي تحط تحشي الجهاز ميزات، هل يعتبر أن الهيدفون جاك شيلته ميزة؟ إن هي دقيقة، لا لا، سامسونج تحشي الجهاز ميزات صح؟ خاصة في النوت. اوكي، شالت الهيدفون جاك، هل يعتبر شيلته ميزة او وضع سلبي. ميزة؟ اوكي كمل، مالك مالك مكمل. الميكرويف ترى الميكرويف ما براضي يعني. في هيدفون جاك الميكرويف ترى. اوكي، عشان شيلته غلط. يعني انا قبت اقول انه بينشال بينشال. طيب دقيقة، ما في. اوكي اوكي، بس شيلته لو انه انشال في الاس كان اخف. لان النوت هو تعرف النوت اللي فيه كل شيء. النوت خلاص، النوت الحين طلعوا كل القطع، طلعت كل الشاشه، طلع الاجهزه، طلعوا انباعوا اجهزه الاندرويد الحين مالت السنه، طلعوا اي خلاص اي ايه. النوت يرجع يجي بعدين ويجي بقوه، في كل شيء، في اللي هو المعالج اللي يصير قوي السنه، بس لا كلوك سبيد اعلى. في النحاس يصير اكبر، الكوبر للتبريد، الشاشه اكبر، الشاشه نفس مالت الاس بس لا معدل عليها زياده. طيب علي، اوكي، قبل سنة أو سنتين سامسونج طلعت مسخرت على أبل على شيلة الهيدفون جاك صح؟ هو هم يعني ما بال شو اسمه الديزاينرز ولا المهندسين الانجنييرز ذيلي كله اللي هي الماركتينج ديبارتمنت. هو صدق انها تجتمع انها الشركة وانهم كلهم المفروض يعني يصيرون على قلب واحد ويعرفوا انها شركة واحدة. اوكي اوكي اوكي، بس قبل سنتين يوم نزلت فيديوهات تتمسخر على أبل انها شالت الهيدفون جاك، هل قبل سنتين هي ما تدري انها بتشيل قدام؟
اي بتشيل بالكتاب مش غصبنا عنه بتشيل بالكتاب. اوكي مسخره ذيك الفتره والحين شلتها، هل يعتبر اوكي انا الحين سويت شيء قبل سنتين انت تمسخرت علي والسنه دي سويتها، هل يعتبر انا متقدم ولا انت متقدم علي؟ انت متقدم. اوكي بس لا هو هم على ذاك الوقت الناس يشيلون يعني حتى الان تشيل هيدفون جوك بدون اي سبب ما من داعي يعني توفير فلوس. علي انا شريت لابتوبي الماك بوك برو ريتن ديسبلاي في 2012، الكل كان يقول لي شل جهاز، يعني شريت ب 14500 ريال تقريبا، شل جهاز اللي ما فيه سي دي، يعني يقول لك مستحيل اشتري جهاز ما فيه لابتوب ما فيه سي دي. في ذيك الفتره انا ذيك الفتره كان لابتوبي فيه سي دي مدخل خربان، انا كنت اي يرب يخترب عدسه اي تشيبه ذاك الكحلي. اي انا الاس دي كنت استخدمه لشيء واحد، لا لشيئين بعد، قصدك السي دي اللي هي عشان فرمت الجهاز تعرف كل شوي هارد ديسك يخترب، لازم تركب هارد ديسك ثاني فوضى، ولازم تركب لازم تركب لك ويندوز. ذيك الوقت ما كنت انا ادري ان الدنيا اقدر اسوي اللي هو انستول من اذا دخلت البايوس احول على اليو اس بي، ما كنت ادري وانا تصغير. وشيء ثاني اللي كنت احتاجه ان ما ادري مدرس قام يقول لنا تسوون شيء تقريبا وحطوه في سي دي هذا حلك النهائي. طيب اوكي نرجع الحين، اذا سامسونج تمسخرت على ابل وحين سوت الشيء ايش معناته؟ ما ادري يعني اوكي انت هي غلطه من البدايه، وانا اصلا المسخره دي كانت يعني وناس يعني ضاحك يعني يضغط الثاني. ما علي من الضغط، انا بس انا علي انك انت اذا تمسخرت علي كشخص او كشركه وبعدين سويتها يعتبر كشركه يعني سامسونج ذي غباء بزنس ماركتينج او مسخره وستانس، وبعدين تشيلينه والحين وتحذفين فيديوهات حقتك. تحذفين فيديوهاتي ايش معناته الحركه؟ معناته انت ما عندك اشياء مدروسه ترى ما كبرت سالفه ان الهيدفون جاك راح الا معد شالت الفيديوهات. هي الهيدفون جاك راح اغلب شيء تشوفه عند السالفه اللي تلقاه عند اللي يعني اللي يحبون النوت ولا اللي يحبون يعني الاندرويد ولا ذيلي، بس يوم شالوا لهم الفيديوهات خلاص اي احد الحين في التكنولوجيا وصل له الخبر، حتى لو انه ما له دخل في الجوالات تشوفه عنده نوكيا بس اللهم في الكمبيوترات وجاله الخبر. طيب معني انت انا بوجهه نظري كلمه ستيف جوبز بالزمان صح، ان الناس ما يعرفون ايش اللي يبون، احنا اللي نعرف نعطيهم ايش اللي يبغى، يعني احنا اللي نسوي لهم نعطيهم اياه. مثلا انا متى ان شاء الله الهيدفون جاك من ابل؟ من 3 سنوات بس سنه 3 سنوات غريبة. انا قبلها من ال 6s ال 6 ال 5 من السعوديه، من ال 5a سمع هذا اللي استخدم LG في السعوديه، شريه من السعوديه LG. وال 5s برضه السماعه الثانيه رصاصيه من نفس يو تقريبا برا LG اللي حطها هنا. من ذيك الفترة ما استخدم الاسلاك لان انا في وجهة نظري انا ما ابي ارتبط بالجهاز. انت وجهة نظرك تبي سلك ولا وايرلس في كل شيء في الحياة كلها؟ المستقبل وايرلس ولا سلك؟ المستقبل وايرلس. طيب اذا الشركة بعض الشركات ما بروح ينزلون سلك سلك سلك، اذا ما نزلته انت ايش فيك محصب على السلك طاقك؟ لا شيء خلاص لازم نتطور سلك سلك سلك، ما راح يرخص الوايرلس. ترى ما رخص الوايرلس الا ابل، ما نزلت السماعات الوايرلس وايرلس شارجر اللي نزلته ترى هو الغالي ولا حد ما حد يعرفه اصلا الوايرلس شارجر. يوم نزلت ابل او كان موجود بس يعني ما راح حق المينستريم يعني ما راح حق يوم نزلت ابل خلاص لدرجه ان اغلب الناس قالوا اسمه ان ابل اخترعت اصلا لا هي سامسونج ولا ابل الشي وايرلس ستاندر ما بهم. والوايرلس ستاندرد والوايرلس اصلا اول جهاز سوى وايرلس كان اللي هي اذا ما خبرني بوم. علي انا عندي على تذكر تعرف بوم بوم عرفت انا عندي على 2012 2011 عندي لين ان سبيكر وايرلس سبيكر شاري من السوق الصيني من الامارات 2010 2011 رايح مع الشباب هناك وايرلس سبيكر تحطه وتشحن قطعه موجود عندي من السوق الصيني التنين ما شفت في دبي شفت الصغيره هذه لا ما بويرلس نحاس دي تحت بس نحاس دي فيه نحاس تحطها تحطها وتمسك النحاس مع بعض بس هو شو اللي فيه الوايرلس شنو هو احنا نسميه وايرلس لا ذا بس تفرق ذا في كويلز علي في مجال مغناطيسي علي الوايرلس احنا لان
انت لو انك تبي بالحرفيا يعني بترجمها تحكي عن الحين ما عندنا وايرلس. اي اي بنكيبه اوكي خلاص لان الى الان احنا مو بوايرلس بس, بس بس يختلف الوايرلس ذاك عن الوايرلس. اه هو نتكلم عن النوت الحين خلينا نرجع الوايرلس ذاك ذاك نحاس وفي نحاس يلمسون بعض. الوايرلس الحين كويل يلمسون بعض ما يلمسون بعض بس على في مسافه لازم مسافه اي لازم مسافه خلاص نحاس على نحاس جلسه على بعض لا وايرلس. المهم تفرق على ذا شي ذاك ما لي شغل بالاسم المعنى ما لي شغل عليكم معنى ترى المسرحية اللي يقول لك اوكي خلينا نجيب لي نرجع حركة نتحرك فنرجع حق خلاص صندق على النوت كثرنا عن جماعه 10 دقائق احنا خلنا كل قاعد نسولف على شيء ثاني اوكي خلنا 10 دقائق طيب نرجع حق النوت. الهيدفون جاك شلو هذا المستقبل الشركه غلطانه ما سوته من قبل يعتبر الحين باقي شركتين هي خلاص باقي يعني شركتين LG LG هواوي هواوي بس في على حسب اي هلا بس, بس لا احنا نتكلم خلاص شلون انت تجمع الشركه بسبت عندنا هنا في اندرويد زحمه تروح حق الفلوج شبمونهم اغلى شيء فيه شفي صح ما خلاص كلهم خلاص اذا شال النوت الحين حرفيا سامسونج شالت الهيدفون جاك. طيب دقيقه الاستن تو نازل موجود فيه صح بس خلاص انشالتها. طيب ما عليه خلينا نتكلم حركه ثانيه. انا بعرف شلون هذه يعتبر مميزه اقول لك ان الفلاكشيب الشركه اللي عندها فلاكشيب جهاز الغالي يكون ما في هيدفون جاك رخيص يكون فيه هيدفون جاك. ادري لا لا اسفي دي يسمونها طريقه بورش اللي تدفع اغلى وتاخذ اقل. اوكي حلو فهمت فن ابوك تدفع اكثر انا ابوك اكثر اي يعني أوكي. يعني تدفع زياده اي اشيل من كل شيء لا جلد لا تبريد لا تسخين لا فتحه تندم بدون مسجل تدفع زياده اعطيك الدخليه كلها بلاستيك ما هي جلد. اوكي فنرجع تشتريها خلصت لك شيء جاك سامسونج ما لها عذر على كلام واحد عذرها يقول لك اللي انها والله تصير فاتحه تخفف من هزه الشاصي لهزازي ما غير هزاز الحين اقوى هزاز عندنا في الاندرويد وشو ون بلس. اوكي اي هم للحين الكوين النص مالهم عرفت طريقه النص الهزاز النص الدائري ليومك اوكي اي ليومك هذا هو اي للحين هزاز موجود يعني قبل شلته بعده رجل شارلت استخدمت على الاقل المساحه تحت حطت في توبتك انجل بس هم شالوا بس صح بس شالوا بس دقيقه انت هم شالوا بس حط لك اللي هو ما حطوا ما حطوا شيء دانجل ما حطوا ما في دانجل بس تشتري من برا ولا ما تشتري ماي براند دانجل انا اشتري اي وسيلة انا توي مشيك الحين في السوق انه ما عنده غير شيء اذا شريت دانجل لازم تعرف لان في نوعين نسيت والله شو النوعين الدانجل عن دانجل يفرق لازم تجاوقل والله نسيت والله اشتريت من النوعين هذولي اوكي الله يكون في عونهم خلص من هيدفون جاك ما نقدر نرجع له لا خلنا ندخل الحين هارد للي يحبون النوت ما ادري يشوفون مع دار الحين اوكي هو مفروض اصلا النوت علي علي علي, علي تستخدم الهيدفون جاك انا ما شفتك استخدمته انا استخدم بس عندك وايرلس عندي وايرلس بس السماعات الثانيه صغيره عندي. طيب من الافضل عندك الوايرلس مالتي اصلا كبيره 3 مليمتر ما علي بس من الافضل بالوايرلس ولا بالكيبل الكيبل عندي اصغر احسن ما علي من السماعه حقتك انا اكلمك الوايرلس اذا جيت انت تشتري انا يغهرني جاي تشتري جوال ب $1000 بستخسر $100 حق وايرلس على حسب ميزانيه خلق الله مستخسر $50 حق وايرلس في وايرلس ب $50 ميزانيه بعد لا تشتري لا لا ثاني شيء بعدها الحين اذا تشتري يعطونك جيفت كارد ولا يعطونك خلها ما بس انا بكلمك تستخسر انا اللي غهرني اعلمكم اكزامبلز بس اكزامبل واحد مثال واحد اجي اصور سناب شات اذكرها اول صور سناب شات مثلا طالعين طلعه ولا اكل شوف الناس يصورون اكل ولا شوف سناب شات يجيك يخش واحد يقول لك ما يعني ما ليش تحط اكل ما تدري ان في ناس فغاره في ناس ما شنو يشوفونك بعضهم كذا يقول لك يعني ليش تحط اكل وكل شيء يعني تتفاخر في فغاره يشوفونك ما شنو تفك في مخك اذا انت فغير منين شريت الجوال عشان طلعني بع جوالك راح اشترك اكل يعني حطيت سندويش حطيت لي شيء بعشرة يعني شريت جلس قاعد اكل ب $100 انت جوالك اغلى من انت مبطوط ليش تشتري جوال وما تعم عندك قيمه اكل نرجع فهمتها كمل طيب
لا هم اصلا شيلتها، انا اقول لك شيلتها سلفة انه بس انه فاتح هذه ثاني شيء بعد حولوا الاسبن يونيبادي حديد. أوكي. من الحين خلينا نمشيها من اليونيبادي حديد. واحده من الفكر لها هذا اللي تساعد انه الهزه الشاصي تساعد انه يمشي الهزه، يمشي الهزة عشان الهزه تصير اقوى مع سده. هو خلوه الومنيوم ستانستين نفسه ابراهيم ستانستين كوم. اخيرا سووا ستانستين يعني توهم متقدم توهم حرفيا الحين توهم يغيرون الشاصي من الاس 6 مغير الشاصي اللي قبل كان بلاستيك بعدين سواه الاس كان بلاستيك بعدين الومنيوم الحين ستانستين نفس الايفون. هم يستخدمون نفس الشاصي من الاس 6 الحين الاس 6 و اتكلم عن الشاصي نفسه الاس 6 والنوت 7 ال السي 4 نوت 7 تذكرونه والنوت 7 وفوق الحين في النوت 10 غيروا الشاصي يعني الاس 11 ما ادري عاد اذا بيصير نفس الشاصي ولا بيضلون عند ذاك الشاصي يمكن ارخص لهم. طيب خلصت من هيدو جاك الحين شوف الفروقات انا لان السنه دي هذا ثاني مره سووا انه نوتين بس في فروقات ذاك على ذيك الايام كانت بس اللهم النوت ايج ولا بدون ايج. الحين الفروقات العادي اللي هو النوت العادي نوتين اي 3.6.3 بس التنت بي كل شيء كل شيء بلس 90.9 الاس 10 بلس بصير 6.8 كواد اتش دي 91% سكرين تو بودي ريشيو. طيب في الفرق 0.1 هو الحين احسن جهاز في السوق بادي تو شاشه. شو الفرق الثاني اس دي الكبير في اس دي الصغير ما في ما تخلص دي ذاكره اللي هي تايم فلايت للاي ار سوي الاي ار الترسم في الجو بالقلم تحط الكاميرا تشغل الكاميرا تقدر ترسم بالقلم بس ومع اللي هي اذا تحسب انه 3500 بطاريه وفاست تشارجنج ما يدعم اللي هي ال 45 اللي لازم تشتري من برا اوكي اللي يدعم بس ال 25 الكبير بيصير 4300 ما يجي معلل ال 25 ويدعم ال 45 لازم تشتريه. طيب انت تتوقع نسبة الباتري دي هل بتأثر في الاستخدام اليومي؟ بما ان الوضوح هذا كم 1080 بس هو ستاندرد جي 1080 لازم ترد ربعه. اي واحد؟ اثنين. طيب اوكي. او ذا اللي هي العادي تقدر تنزل ل 720 بي. طيب. اما البلاس تقدر ترفع على كواد ولا 1080 ولا 720 اذا رفعت اثنين من الماكسيموم. اذا صار ذاك 1080 وذاك كواد. ما بعد بعدين اي بس اتوقع انه ما يفرق بيكم. اوكي امريكا وكندا بياخذون اللي هي الكوالكوم سناب دراجون اللي هي 855 ما بالبلاس العادي رفعوا ضغطي هذا اداء حركه خبيثه رفعوا ضغطي لان اصلا في الاشاعات كانوا يقولون ان احتمال البلاس ياخذ البلاس اللي النوت بلاس ياخذ الكوالكوم بلاس اتوقع بعد شهرين هذا شو تنزل الدربه لك واحد هيك لون جديد نزلت تمشي مبيعات لا ما تسوي عندها اوبشن لا عندها ما عندها opportunity بتسوي الفرصة عندها دي بعد شهرين ثلاث شهور سامسونج معروف بعد شهرين تنزل لك باتمان تنزل لك سبايدر مان تنزل لك اديشنز وذيل يسوونهم بس نشوف بس ما يزيدون مواصفات نشوف قدام طبعا الذاكرة اثنين هم لي اوف سي 3 اوكي اللي كانت المفروض تنزل في الفولد قبل ون بلاس بس لا هو الحين اللي نزلوها في النوت اسرع من ون بلس ليش 1500 ريد اوكي ان الون بلس وصل 1000 اوكي ما ادري ليش السوالفه بس طيب نرجع حق المعالج طيب خلينا نشوف الفرق الاس العادي ما في الا 256 8 رام بس الاس 10 بلس 12 رام بياخذ اللي هو 256 ولا 512 ما في 1 تيرا الاس 10 في 1 تيرا اس 10 بلس تقدر تاخذ 1 تيرا بس الاس 10 بلس 5G ما تقدر تاخذ 1 تيرا قل لي ليش ما ادري اتوقع بسبب ان الشيب نفسه السناب دراجون او الاكسينوس ما تدعم ال 5G هي لازم يحطوا ال 5G ما ادري بسبب دين ان اللي هو الاس 10 5G ما في اس دي بعد طيب
خلنا نرجع حق الاسعار، ما اسعار ما لها شغل في السعوديه. والاس 10 بينزل عندنا في السعوديه، الاس 10 بلس بينزل نسخه 5G، بيجيبونه 5G. طيب ما علينا، بس الاس 10 بلس بس في اس 10 اس 10 بلس وفي اس 10 بلس 5G. الاس 10 بلس 5G نفس المواصفات، 12 رام كل شيء. في اليابان بس بيجي اس 10 عادي بعد 5G، بيصير عندهم في اليابان اس 10 عادي 5G واس 10 بلس 5G. اوكي خلنا الحين نتكلم المعالج، نرجع. تتوقع ليش ما حطت سناب دراجون 855 بلس؟ لان المعالج حق سناب دراجون ذا الاكسينوس ما يقايش معه. هو الحين الاكسينوس الجديد اللي 7 نانومتر اللي هي ال 25 ال 25 حتى لو يعني ما شفتون بنش ماركس وديلي، بس 100% اذا ما حطت، لا 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 انت حط في بالك، لان ده معالج حقها وده معالج هو 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 يعني لو انها حطت الجديد من سناب دراجون البلس بس الكلاك سبيد وديلي لاعبين فيه راح يكون افضل من المال. لو انه ما راح يكون افضل من المال كان حطته. ولا لا ما اتوقع، اتوقع ان دخل اللي هي ماس بروتوس اللي تصنيع الكثير او تصنيع شنت ترجمتها حرفيا ماس بروتوس، ما اتوقع انك دخلت خط التصنيع قبل ما يعلنون عندك. بس المفروض هم اصلا المفروض وصل لهم الكلام، لان عندهم علاقه كبيره مع كوالكوم. ما اتوقع ان هي معاها اصلا من زمان وتدري عن كل شيء. ما اتوقع يعني ليش هي في شركات ثانيه اصلا بدات صناعته وبعد سناب دراجون ما نزلته وسوته. يعني ما اتوقع، انا اتوقع ان لان من زمان يعني من سنتين او ثلاث سنوات سناب دراجون افضل من الاكسينوس، ف هو دائما افضل في السنجل كور. بس معي من مالتي كور نتكلم احنا، المهم انه في تفضيل. هو السنجل كور حق بعض الاوبس الاوبتمايزيشن يقولون انه المفروض يصير احسن سناب دراجون. في سناب دراجون ليش؟ لان سناب دراجون بس الباتري لايف ويا اللي هي التحديثات يصير احسن في سناب دراجون. هو الاكثر انتشارا في العالم، فالبرامج تكون عليه افضل من الجهاز، من جهاز موجود في معالج واحد. سناب دراجون لا الاقل انتشارا في العالم، بس دبلتين بس انا امريكا. اكلمك عن صح 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 اي صح صح كمبرمج انا اقول فاشوف ان سامسونج يعني ظلمت الاشخاص اللي اعطتهم سناب دراجون. هو انا افضل شيء، انا القهر انهم يسوونه شلون يسوون اللي هو ماركتنج لل يعني الباور يوزر the phone who can do anything. I'm just not. Yeah. Go beyond the speed, go beyond the limits. ما أدري وش ما أبغى شيء ل too fast too furious يسوون. ليش ما نزيل؟ ولا حطوا البلاس. وشاره من جوك. وشاره الاس دي من الصغير. أنت أوكي، أنت تحس الصغير. هو مفروض. مدى الأفضل، مدى اللي يبيع أكثر الحين بينباع أكثر. أنا أتوقع فكرته من سوى الصغير يعني أقل مواصفات وبدون اس دي. عشان يصير اسمنا ارخص لهم التصنيع، لان يتوقع يلحقون ابل بحركه ان لهم الار الارخص. فاللي هي اللي عندهم في الاس عندهم الاس العادي الاس بلس يعني شوف نفس حركه ابل ان الشاشه اقل وضوح ولا شيء. اوكي اتوقع انه يبون خلق الله يستر. دقيقه انطباعك له كامل كشخص يحب او جهازك نوت. جهازي نوت، مشكلة إنه أنا مستني على إني أنا بشتري. طيب. ومخدوم. ليش؟ حسيت إنه أعطاك دافع يا مشكلة. يعني أنا يا الهيدفون جاك أو بالأحرى لك يعني صدق اللي كنت أبيه اللي هو ال سناب دراجون اللي هي بلاس 855 بلاس كنت خلاص بشتري. أما الحين أنا متردد مع إن سعره حتى وأنا جوجل أو كل شيء. مع العروض مع حق البري اوردر كل شيء سعره ارخص من الاستن الاستن بلس مع اللي هي ال 12 رام. استن بلس ب 12 رام على 256 ذاكره. 256 ذاكره. يعني انا قلت الحين بشتري، انا ودي اشتري اللي هي الاستن بلس بال 256 ذاكره، النوت 10 بلس مع 256 ذاكره، ما بال 512 لان ما اتوقع احتاج زياده. ما انا عندي 64 ويا اس دي تمشيني. ف شنو كم
مع الاسترجاع لجوالي بس ما اتوقع يقبلون يعني اكسنس جوالي يصير ب 889.99 سنت. انا احس انك ما تراجع فوق انه يعني ما اصلا كذب الحركه. ارجع اعطوني 100 دولار جهازك انت يسوى بس 100 دولار؟ 150 جهازك يسوى بس 150؟ ما ادري. انت قدر جهازك يعني يسوى 150 بس؟ تذكر عبد الله الشرطي يوم رحنا في بورتلاند بدلنا جهازه ايفون 6 عطاه 300 دولار او 250 دولار ايفون 6 2015 علي ايفون 6 2015 250 دولار او 300 دولار. انا دخلت حطيت جهازك قبل سنتين دخلت عندهم في المتجر حطيت اللي هي الاس 6 بلس بخدوش انا واحد من الشو يوم يشوف كم يقنع عليه بخدوش بس يشتغل ويشحن ترى يبون ب 110 استن اس 6 بلس 6 اوكي 110 هم ما ياخذون اذا دخلت عندهم اذا اخترت ابل اخر شيء ياخذون اللي هي الاس 6 اس 6 اس 6 بلس وفوق ب 100 كم 110 بشموخ اس 6 بلس شنو اس 6 ابل شنو اس 6 ايفون 6 6 اس اوكي هسه بتاع سن 6S ابل تقدر ابل يعني اوكي انا بياخذونه ب 150 احس انه حرام 300 لو انه ما في شموخ شموخ 350 ابل اصلا ما مره تكلمت عن شموخ ابل تقول لك الشاشه تشتغل عدله كاميرا عدله بطاريه عدله جهازك يشتغل بس هم بيسالون يقول لك يشحن يشتغل بس شموخ ما في لا خدوش ما في خدوش انا انسان طبيعي بسوي خدوش اي شيء ذا استهلاك استخدام بس اهم شيء يشتغل ما في اي شيء يعني ما في كسر المهم اي اذكر هم بعد في المؤتمر غريب صاير ما شرح بالعوايد هم تعرف انه يشرحون يعطون نقاط لا الحين بس كله يورون خرابيط جابوا من قدام اللي هي الزاوية من قدام حسبتها في فتحة انا قمت اقول شكله في اي ار بروستر طلع ما ضيار طلع سبيكر مايك سبيكر مايك سبيكر 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 اي ار خلاص كنسل وهم زمان انا قمت اقول رجعوا الاي ار ما ادري غريبه زين طيب بس عادي يسوون زي الهورد اللي حاطينها بالجنب هذي ايه هذا يسمونه سايد كلوب سايد هذا مكانه احس والله حسيت لو ان يخلونها واحده في الزاويه احسن لا شي... لا دقيقه واحده في الزاويه واحده فوق يسوونها دعم على نفس قبل تجي بالحركه دي لا بس دام... لا دقيقه لزها فوق لا تخلي في وسط الشاشه يعني فوق درمدار هيكر فيه فوق شاشه وتحت شاشه يمين شاشه تتشتت ارفعها فوق ولزها ارجعها خلي نوتش اي خل ما يرضى عندها جوالات دعم ادري بس لا الفلاجشيب مالهم عشان ما ينحسب عليهم افضل انت ما تشتت الشخص انت حطها في الوسط يعني في شاشه فوق يمين شاشه كانه وسخ محطوط يعني ارفعها فوق لزف الشاشه شتت المكان ده فوق خلاص لا هم لو حاطين جمالاً هم لو حاطينها نفس النوت اي الاس 10 اي اللي في الزاويه صغيره حالها هذا حلو ذي هم لأن أصلاً حتى كان في بازل درمدار الستن إي وهم شالوها بعد صغر شالوا البازل درمدار الكم فضعوا ما صار في شيء يسوونه قاموا يشلون بازل درمدار الكاميرا بالكاد فيها بازل دقيقة أوكي الكاميرا اللي قدام فيها يقولون الأب 2.2 وصلوها بدل ما نصغروها رفعوها ما أدري صغروا الأبيكشر ما رفعوها عن حسيت من كاميرا واحد يبون يسنترونها بس ما كانوا يمديهم يحطون اللي هي الكاميرتين مع الهيدات سنسر كبيرة تصير خلاص كانها نوتش طيب احنا فاخذوا واحدة احنا يعتبر سلبي ولا مسلبي الشيء كاميرا واحدة مع ال... لا. لا هم ينقال ان الاداء احسن من اللي هي اللي هي الاس نشوف بسبة انها هي البروسيسنج اوكي ايه البرو صح تغير بس نشوف قدام طيب زيادة وايرلس شارجينج 20 اللي هي 20 امبير اثنين اهم فاستر من شير باور شير وايرلس الفاست مسوي نفس ابل انه في وبيجي مع فاست بس انه فاستر يكون لازم اسرع لازم تشتري منفصل اوكي ال 45 لا نتكلم الوايرلس شارجر الحين هم بيصير احسن اسرع
جوال يشحن وايرلس 20 من وبعد طلعوا اللي هو وايرلس تشارجر عشان تشتري عشان يدعم 20 والباور شير مالهم بالريفرس وايرلس تشارجينج هذا اسرع بعد عشان الشحن ما ادري بس غيره ما قالوا بالضبط. طيب ك كلام كنهاية يعني على الجهاز راح تحس انك دافع انك تشتري باقي اللي هي الخرابيط الاسفل. اوكي نتكلم عن شو بحطه في جديد بس نتكلم عن شو جديد. تسوي كذا تقلب الكاميرا لا لا تسوي كذا تقلب الكاميرا تسوي كذا تسوي زوم ليه دقيقة معلي انا 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 دقيقة نحن مسكتها ايه سويت كذا لازم تضغط الحبة طيب سوي كذا تسوي كذا صح؟ انا يدي مكسورة ليش ما سوي كذا؟ لا هم انا طلعت ادري انا طلعت ووصلت كذا اقدر اوصل كذا ادري بس الفكره ان قال لك تحط جوالك بعدين تغير في من بعيد يعني يوصل مسافه وصل مسافه اوكي اوكي يعني تحطه وترجع اوكي ده شيء حلو اوكي انا اسف اسحب كلامي انا توقعت انه يصير قريب اوكي لا لا بلوتوث من هو من اللي اصلا يديك هم نزلوها في الاس 9 كان قمت اقول انا اللي انك بس دق صوره كي حلوه بس ترى يبيعونهم دي البلوتوث يعني زر بلوتوث تصوير عادي يشتغل على اغلب التطبيقات ما فرق زر بلوتوث بس مع الحين تقلب وخرابيط وثاني شيء صعب تسوي كذا لازم تسوي عدله وتسوي كذا تقدر بعد يقول لك ترفع الصوت تسوي كذا مع فيديو شغل غريب بس الفكره انهم بيحطونه في الوورد والبي دي اف وذا فاذا تسوي برزنتيشن يعني تقلب وذا ديك الحزه ساعات اظن عندنا ديك الحازة تقدر تقول يلا ده حق اللي هي الأعمال أعمال يعني تمشي ال AR بعد اللي هي الرسم لازم يصير عندك طبعا لازم يصير عندك يل ال 5G اللي يصير في العالم عاد كوري إنه 5G بيصير محطوط على البلاس أو إن البلاس العادي عشان يصير عندك اللي هي time flight sensor عشان تقدر ترسم على الوجه طيب أو ترسم في 3D ما تكلمنا عن الWi-Fi 6 بيكون فيه Wi-Fi 6 ما هو من نفس نفس اللي ذاك الاسبن الالماني الاسبن معدن قطعه واحده انا من الزمان كنت ابي الاسبن معدن بلاستيك بلاستيك وشكل يعني رخيص يعني هم اصلا حتى الاجهزه الصينيه الكلونز مالين سامسونج هم يسوون كريستن مع الاسبن معدن البي سي داكس اللي هو اذا تشبك البي سي وتشتغل داكس مالك تنقل ملفات يفيد يعني إذا يصير عندك أكثر من يعني طيب كونش. نتكلم عن شيء واحد نرجع حق الكاميرا أبغى أقول لك شيء وين فتح بصمة العين قصدك شالوها من من الش اسمه الاستن قزحية العين أي الش اسمه الراتنر سكانر وين راحت شالوها ليش أهم ترى لا تقول إن سلفة اللي هي ضر العين عادي هم ضر العين ضال ونزلوا جوالين بعده. أوكي بس حاطين تحذير ما أدري شنو أوكي بس شلوها. شلوها اسمه البازل حرفيا هذا اللي قاله بس عشان. طيب يبون يشلون كل. في الاستن كان ناتش كبير في الجام ليش ما خلوها فيه؟ بعد شلت الباص مع إنه أنا تارجت يديني ما قمت تشتغل ورحت تشيلها وتوهقت معهم أنت. الفيس ما يشتغل لازم إضاءة عدلة ما بنفس أبل. أي لازم إضاءة عدلة ولا شيء. أبل بنظارات شمسية يفتح وجهك. ولا لا تشغله من الإعدادات إنه يعني إذا فتحته يطلع إضاءة قوية ما استحمل تفتح في الليل تبي شيء يفجر وجهك. يطلع ليزر بوجهك. لا يرفع البرايتنس حق الجوال كله شيء طبعا عشان تفتح عشان يفتح وجهك. بعدين إذا فتحته كله أنت. بالعربي. تقعد من النوم. طلع جوالك بتفتحه ترفعه تسوي كذا ينفجر وجهك أنت تسوي كذا ما يقدر يفتح وجهك. اوكي بالعربي الشركه تحس انه في يوم فكروا يسوونه ما في دراسه بس الفيس انلوك مالهم هذا سينجل لهم الحين الجيل الجديد من نفس السكون الالجوريثم حق الواجهه نفس ابل لا اوكي بتقول لي اوكي بتقول لي بتقول لي في ابل يفتح جيرانك وجه جيرانك ما ادري وجه اخوك او شبيهك شو اسمه التوام حقك في ذاك اوكي حلو يفتح التوام حقي ليش لانه نفس وجهي شيء كويس يعني انا بشوف انه شيء كويس انه دقيق لدرجه انه الله خالق الشخص الثاني نفس وجهي فهمت شلون التوام حقي وفتحه عرف انه نفس الشكل لا يعني. بس المفروض تعدل الخرابيط ما نزل انا في اللي هي سالفه المره الولد الصغير يفتح جواله قبل وجهه
اذا كان نفس لو انا شفت لا لا ما يشبه لا ما يشبه في مره ولد صغير صغير يعني ما يشبهها ويفتح جواله انا سمعت التوأم بس نزلوا تحديث وخلاص بس ان التوأم ما يضر ان التوأم يفتح وجهك لان لا لا نفس الشكل لان هي البصمه اوكي بتقول يفتح وجهك اوكي وانت نايم اجيب البصمه صبعي وافتح وافتح دي بعد الخرابيط دي صارت اول ما نزل فالحين تحدثت يمكن الحين ما ادري وجه يقول لك اخوك ولا شيء في يعني مثلا يقول لك امتن هنا ولا شيء ولا شامخ ولا يمكن ما لا ما هو لانه هو يقدر يحسب لك مثلا اذا كنت كل مره تفتح الجهاز 40 دقيقه وكل شوي حبه حبه يتذكر بس انه في اشياء يعني البصمه اوكي البصمه ترى في اشخاص لما يفتحون بصمه يقدر يفتح البصمه حقتك يعني ياخذ البصمه حقتك في اشخاص يعني ياخذها باللزقه والاشياء دي يقدر يفتح جهازك فيلم اللي قطع صبع واحد عشان يفتحون باب اتوقع سواها يمكن مش امبوسيبل فالحركه دي تقدر تجيك من جهه ثانيه اذا كنت انت بتفكر فيها زين بس خلصت اوكي جهاز توقع حرفيا شو الفرق ما بينه وبين اللي الاس 10 بلس 5G عشان ان 5G اللي هو اللي فيه التايم فلايت لان هذا اقرب شيء له اقرب شيء للنوت 10 بلس الاس 10 5G اوكي شو اللي تحس فيه؟ يو اف اس 3 قلم وخربيط القلم الهول اصغر اذا تحسبها يعني على حسب انت بيها داكس بي سي هذا ذا سوفت وير ما ندري اذا بينزل يسوون لعانه هم والاي ار الاي ار دودلينج من شو اسمه الرسم ده بس يوفيس 3 قلت انا اذا تبي بس يعني مواصفات اليوفيس 3 تقدر بعد تقدر تحط جنبه اللي هي زائد يصير في اوفيس في الاس 10 يصير في اوفيس 2.1 زائد هيدفون جاك طيب يعني لو تشيل واحد وتبدل واحد لو خلوا سناب دراجون 855 بلس يمكن في شوي ستب قدام شوي يعني ما نص ستب اذا خذوا اللي حطوا اللي يقول لك البلس في النوت 10 مع انه ما بيصير خلاص الشنط الجاي بس الوان وخرابيط نشوف انا اتوقع اني نسوي ما اتوقع سامسونج تسويه بالنسبه لي على الاقل تنزله في الصين واحد تنزله في اليابان تمشي مبيعاتك الصين اليابان ليه تمشي مبيعاتك بتسويها الصين واليابان ينزل لا ما ينزل الصين تسويها بالنسبه لي الصين واليابان انه ينزل عند الاكسينوس اوكي انا ما احس انك بتمشيها تمشي مبيعاتك بس هم على الاقل لو قالوا ان الاس اللي هي ال 855 لأن دائما في النوت الكلوك سبيد أعلى. لو قالوا إن الـ 855 مالهم أعلى الكلوك سبيد لا تخافون. يعني يتصاقع مع البلاس. أوكي الجيك بنش الحين ما طلع. جيك بنش. شوف قبل. ما أدري بس لا لازم طلع. قبل صانة ما طلع أنا أبي أشوف اللي كمبيرسون ما بينه الـ 855 اللي هي الـ 900 سناب دراجون مع اللي هي الأكسنس اللي 9825 ما ب 2025 عشان يصير سابع. والفرق بس ترى هو الدوي اقل ثم 7 ملم والكلوك سبيد اعلى شوي طيب انت تتوقع اذا لو انك جاك الجهاز اوكي الحين انت شو اسمها عطني نسبه يعني انت الجهاز حقك الحين له سنتين صح حماسك للجهاز اي حماس الجهاز الجهاز اللي تو نازل قبل اسبوع اللي اعلنوا عنه قبل اسبوع الاستن والله مو متحمس انا كنت متحمس له ابي اشوف المؤتمر بس بعد الانصدام يعني الهيدفون جوك بنقول يا الله سلمه مرنا الله خلاص يعني ما بقى له هي ويا ال جي بعد الحين راحت هي ما بقى له ال جي اتش تي سي بتنزل جهاز علينا اتش تي سي اتش تي سي اه تمام يعني تصدقني دائما اقول اشيك على امورها كأنه تعرف اللي هو القريب البعيد اللي صافه اشتغل مدينة ثانية اللي كل يوم كل مرة مرة تدق عليه ما جيت العيد يصح عيدك مبارك كلام طبعا صح كلام عيدك مبارك اوكي عيدك مبارك صح ترى استغفر الله اليوم العيد صح؟ استغفر الله يعني اوكي دقين اليوم عيدهم امس لان في السعودية وعيدنا اليوم انا اليوم كلمت اهلي امس كلمت ابوي في الفلبين وين في الفلبين المفروض ايه كلمت امس ما ادري عندهم قبل يوم ما ادري ما ادري المهم انا كلمت الفلبين بعد قبل
الفلبينون فوق شوي. الفلبين آسيا منك. ما أدري مهم إنه أنا كلامته بخير وتوقع سلامة. ما بينزل عندك ما بينزل فيديو إلا في رمضان. لا. صفة هذه يعني. أوكي دقيقة. التاريخ اليوم 12 أغسطس. إن شاء الله إن شاء الله. ما يمر شهر لنازل. ما يمر شهر. إن شاء الله إن شاء الله أسبوع هذا يعني اليوم. يلا. اليوم مندي أوكي. ما يجي مندي الجاي المندي الجاي. أجل أجل. غط الكاسات يبين. 19. ما يبينون الكاسات. 19 قبل 19 أغسطس. قبل 19 أغسطس ينزل. بس تقريبا ما عندنا أي شيء. هذا اللي خلصنا. كتبونا تحت في التعليقات كتبوا. كنتوا تبون نتكلم عن شيء جديدة؟ أنا لازم أشتري لي جوال مشكلة. دقيقة. ليش ما فكرت في أنا بالنسبة لي ليش ما نزلت مثلاً إيسن؟ ما بهذا المستقبل؟ أنا بالنسبة لي مستقبل. أنت عندك مستقبل ولا؟ الإيسن؟ إيه لا خلاص مستقبل. ليش ما نزلتها؟ ليش ما تفكر؟ أصلاً المستقبل قريب اللي هو أصلاً يعني. أنا أتوقع. بس اللي هي الجوال مثلاً يقول لك ينزلونه يشلون المدخل. تسوي ساين ان لحالهم من حل يسمع انت مسوي ساين ان حق التطبيق ولا تروح حق البروفايدر مالك اللي ما يحتاج تروح بعدين اتوقع اني انا بعدين الحلو فيه اللي يسم ان تقريبا في شركه شركتين سواها اني مثلا وصلت المنطقه الجديده افتح الانترنت عندي وايرلس اتوقع 99% او توصل اي مطار راح موجود فيه انترنت افتح الاعدادات في هنا لو تخش يطلع لك بالعربي ايش اسمه يسم لا الشبكات اللي حولك ضغط عليها اختار المشغل ويفتح الموقع حقه اضغط ادفع بالبطاقه يوصل لي في الايميل الباركود سوي له سكان عندي الرقم ما يحتاج اروح الفرع واروح ايش هذا هو الفكره انه خلاص انك اذا شريت الجوال تحمل تطبيق الشركه اللي انت عندك لي رقمك تسوي ساين ان وتحط وتخلص رقمك ينحفظ مفعل كل شيء هذا رقمك يدقون على هذا وإذا كانوا مثلا بيسوون حق الأشخاص اللي نفسي عندهم ألف جهاز ما أتوقع يسوونه أسوي ساين إن وأشغل الرقمية أوقفه شغل يشتغل رقمي في نفس الجهتين بس تبي تشغل دابا نفس عتابل إنه موجود رقمي هنا وموجود رقمي في الايفون اللي صار عندنا في السعودية يسوون لك يصير واحد منهم أساسي يعني الأساسي تدق من بس ثانيين يستقبلون بس لا انا بيهم من جهتين نفس اللي في الايفون في الابل موجوده لا الاساسي يستقبل ويدق الثانيين يدقون بس اذا دق عليك احد يروح المكالمة الاساسي ما اذا دق لك احد البيت كله يهز رنات المهم انه في حركه يعني بس اتوقع الاسم ناقصه بالنسبه لي سامسونج معروفه في كونكتيفيتي معروفه في الواي فاي 6 الشبكه ممتازه الشبكات عامه يعني هواوي افضل من تقريبا كل شيء هو هواوي على هواوي ترى قبل كم من سنه ما حد دق لها خبر هي جاته بقوه يعني شفت الشركات من رايحه طبت على طول شركه تدعم دوله تدعمها ما بس انها شغل النشيد الوطني الصيني فبس عندك شيء ثاني تقوله أنا لازم أشتري جوال بطارية جوال فوق إن أصلاً بطاريتي من يوم صغيرة خلاص أنا بطارية جوالي قلبت بطاطس طيب شتري جوال هل دقيقة هل أبكلمك شيء واحد الحين أنا بتكلمك عن الأشياء اللي نزلت الحين يعني لو إنك تشتري جوال الحين أنا بعطيك خيارات نوت ون بلس جي اور فون جي شو اسمه ذاك؟ اروجي اروجي هذا ودي بالاروجي اوكي ثلاث الاجهزه ذي من الافضل بالنسبه لك الاروجي يعني الاروجي شلون 1 تيرا يو اوف ستريم ما 1 تيرا يو اوف ستريم مال سامسونج ما حطوا في جوالها 1 تيرا اوكي يو اوف ستريم احصله علي بس دقيقه هو 1 تيرا لانك ما تقدر تختار اي شيء 1 تيرا اوكي 1 تيرا ما تقدر تختار اوكي مبروك شريت لابتوب جديد انت وقت صح؟ ايه كم ساعة لابتوبك؟ 1 تيرا الحين لابتوبك كم ساعته؟ 1 تيرا حرفيا الحين 900 اوكي 900 تقريبا صح انت بتغار لابتوبك بجوالك ايش بتحط فيه الجوال؟ انا اللابتوب انا بشيل اللي فيه دقيقة ايش بتحط فيه الجوال اذا كان 1 تيرا؟ انا اقول لك انا قلت 1 تيرا انا قلت 1 تيرا انه اصلا ما تقدر ما في اي ساعة ثانية ما في الوان ما في شيء اوكي معلي انا جهازي 250
انا جهازي في قيمه روس بس انا عندي انا ما افكر بالذاكره الداخليه اكثر من انا يوم قلت اقول انا قلت اقول يوم قلت اقول بشتري النوت ما قلت اقول بشتري ال 256 ما قلت ما بشتري ال 512 لان في اس دي فهذا الشيء 256 زينه ال 512 اغلب $100 وانا عندي اس دي 128 طيب ترى ال 256 كم هنج مات $40 بعد $45 256 اس دي طيب أعطيناك ثلاث أجهزة، شو اللي تختار منهم؟ ما دخلت أنا البيكسل اللي بينزل جديد ما لا أعطيك الأجهزة اللي نازلة الحين أبغى أشوف. أكلمك الأجهزة اللي نازلة. لا خوفك من البيكسل شلون؟ تشتري تستخدم هنا تنزل السعودية ما تقدر تفتح جوالك لازم تحط البن ولا الباسورد كل مرة. ليش؟ يطفر الريدور. الريدور لعنعان اللي مو بكل دول. طيب لا إذا شريته من سيريان بيشتغل على جميع الدول. ليش؟ أهم عندهم كل ميزاتهم. كم قلت الموضوع أغلب ميزاتهم عندهم ميزات دول تروح دولة ثانية تكفل عليك خاصة اللي هي بيكشر باي بيكشر عندنا في السعودية ده خدمة إنترنت أنا كلمك كقطعة قطعة السكيورتي لفتح الجهاز ما تشتغل ما توصل في الإنترنت ما توصل في الإنترنت مثل الحين السي جي آي دي مثل ساعات أول أنا أروح في السعودية تشتغل الفيس تايم أشتري أول وكان ما أشتغل في السعودية أشتري من أمريكا أروح في السعودية يشتغل ما له شغل لا هم الفكرة إنهم أصلاً بيصير من ربط لأن قوانين الرادار بكل دولة لدولة تفرق. ما أدري. يعني القوانين للرادار. ما أحس إنه لا فرق بس إنه دقيقة أنت نزولك السعودية كام يعني إذا كنت بتغارن فيها. شهر ونص شهرين. ما بكل سنة تنزل. ترى أنت تطلع لا تطلع بعيد أوكي. طلع السنة الجاية بتلحق بالدراسة أحسن لك من نزول بس نشوف من قدام. فا أوكي ون بلس ار او جي النوت 10. ليش النوتن ما حطه فيه 120 هيرتز ليش ما حطه فيه 90 هيرتز ليش 90 هي ما ب 120 90 هيرتز الاشاعات كلها الاشاعات كلها ان هم بالسنه دي طلعوا بانلز ثنتين اللي هي ال 120 اللي خذت بشرت الار او جي وال 90 اللي شرت الون بلس ومن سامسونج هي تصنعها حق الشركات ويصنعون ويحطون فيهم 90 هيرتز وسرعه استجابه الشاشه و 120 هيرتز وهي الشركه نفسها ما تحط لها يعني انا هذا عذاري صح تسجيل بعيد ما هي أصلاً هم ترى ما لأنها سب كمباني من سامسونج سامسونج ديسبلايز ما هي بسامسونج جوالات أدري إذا أنت ما راح تسوي هي الشركة الأقربون أولى بالمعروف بس يلا طيب أنا أذكر كنت متحمس أنا قلت لهم إيه السنة دي خلاص بيحطون 120 120 اولاد والله سامسونج كنت اقول خافك انه بس يجيبون العيد لنا اول مره ولا شيء وش اسمه وبيحطون عليه السناب دراجون البلاس طيب وبيضل الهيدفون جاك او انه بيضل الهيدفون جاك على البلاس لان الاشاعات صارت انه في هيدفون جاك بعد قام يقول خلاص ما في هيدفون جاك الا بعد قام يقولون الهيدفون جاك بس بيصير على البلاس مع السناب دراجون البلاس كلا طيب ثلاث أجهزة اختار جهاز أنا كنت أقول ار او جي بس والله ما اختار جهاز هذا الحين الار او جي ترى الار او جي ست ست احتار الحين شوف كيف هذا شخص اندرويد ويستخدم اندرويد محتار يشتري النوت ولا الار او جي يقول لك القلم يشفع حق كل شيء القلم وش اسمه قوم للسيف اوكي لم يقطعه قطعك والله انت تقطعه قطعك محتار شو اوكي القلم ما شفع الحين شو القلم ما شفع ما شفع على حق النوت القلم انا اصلا ما كتبت ولا سويت كل اللي سويته الحين الا بالقلم ماخذ راحتي حط يدي كذا واكتب ولا يقول لي انا الحين اكلمك اي جهاز تختار مشكله الاورو جي دي خلينا نشوف الاورو جي اصلا يجي على اي تي ان تي مالك من قدامك امريكا يجيك ليش تاخذ قصدك تاخذه بشو اسمه ها كونتراكت لا 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 على اللي هي شو اسمه شبكه يشتغل اورو جي على تي ان تي يشتغل اذا دام يشتغل على الشبكات السعوديه يشتغل على تي ان تي لان جي اس ام يشتغل على تي ان تي خلاص دي خلينا نشوف سعره علي خلينا نكنسل الشو خلينا نخلص الفيديو السعر ارخص من استرا شنو البطاريه انا صدمت تصدق انه تقريبا
اذا ما خلطاني اكبر بطاريه جوال تجي في امريكا وكندا ليش ب 10,000 ذاك السوين ذاك ذاك الجهاز مال الباتري ارن جايز اجنب مباع ذاك خلنا نعمل ديري بس انه طقطبو اللي محتار الحين محطوطين اجهزه قدامك ايش تختار؟ انت الحين خلاص ون بلس ما قاعد تفكر فيه ابدا ايه خلاص طلع ون بلس ون بلس يعني تحس ون بلس في النص فهمت شلون؟ ما هو يعني يقول لك مال جيمرز يعني اوفر ذا توب تعرف تشغله تطلع سيوف واحمر اوكي بس انا بالنسبه لي لو يحيروني يخيروني منهم كلهم امريكا امريكا مو في السعوديه عادي ما حد يلومك كاداء ليش انا بالسعوديه؟ امريكا مو في السعوديه اذا تتخربط في العربي ما حد يلومك ما حد يلومك رايح العربي كله لو يقارنوني بالاداء وان بلس ما في احسن من الاداء في السلاسه في الاستخدام انا وان بلس استخدمته ترى شو اسمه الاورو جي عندك الاورو جي لونشر بعد تروح حق الستوك لونشر ستوك انا كان والكل اللي فيه ذا يعني مو بيلد ان كله اوبس اوكي وش اللي فيه زين محمد خوب يدق وسكر اوكي خلينا نكمل ونتكلم شوي فكنهايه علي خلاص ترى بس نشتغل انت ترى جزئيه من قبالك ما تدفع دراهم يعني ما تدفع دراهم بس تاخذ واحد مجاني او جي من اغلب واحد القلم خلاص كنسلته شوف دقيقه القلم ما راح تصير عادي على جنب انت لا لان الحقيقه القلم انا استخدم القلم ما في احلى من انك لا انت كنسلت القلم الحين لا تقول لي علي شو انا ما ادري كيف يعني الحين القلم ما في احلى من ومخير وقبالك القلم يلا اخذ القلم افضل ما في الا احلى بس ما كاغلى ما علي السعر على كانتاج كاستخدامك من ده افضل بقبالك الاجهزه كلها ما على السعر اهو شف قلت لك كلهم مجاني ايش معناتهم؟ أهو. كلهم نفس السعر سعرهم زيرو يعني من ذا الافضل لك يعني لا اي لا اذا البختار القلم اي هذا انا قاعد افكر للقلم لان انا ودي بالنوت بس على الاقل لو حاطه 120 اوكي يعني 100 خلاص مو 120 96 جهاز يعني ما بعجبك يعني النوت ما سوت شيء جديد يعني القلم الحين يتكنسل انا معلي لو انه يعني في شيء يشفع عن شيء صح ولا لا؟ اوكي القلم واي فاي 6 الار جي الار جي واي فاي 6 طيب كل شيء ميزات يعني واي فاي 6 يو اف اس 3 12 رام طبعا ال بي دي دي ار 4 مو ال بي دي دي ار 5 لان توهم يصنعون اوكي يلا هذا في يعني في ميزات في النوت اي بس الاكزوست مفتوح لورا ما في وارد ريزيستنت ما في علي 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 بتلعب في الجوال؟ شو تلعب في الجوال؟ انا ما اشوفك تلعب في الجوال بس تلعب في الجوال اي ما العب في الجوال خلاص ليش تبي؟ العب ما العب شنو؟ شو اللي بتلعب فيه كجوال يعني؟ الشباب الحين يدخلون ببجي يلعب معهم نادر بس ببجي معنا ببجي انا ما العب ببجي الا في الديوانيه يعني مع الشباب ببجي اي جوال شغله الله بكلمك انه يعني واو ادري جوال يخدمك في استخدامك اليومي جوال اوكي خلاص اخر مره اسالك الحين خلاص ما في الا النوت ها ما في الا النوت انا لو ان النوت غير اي ما بغى اغير اي ما بغى يعني ذاك حلو اللي هي الاورو جي 120 فريم الاكس اللي هي سناب دراجون 855 بلس 1 تيرا مع انه ما ادري ليش 1 تيرا اوفر يعني اوفر كيل بس هو اسمه جيمنج فون انه كل شيء زياد على اللزوم اير تريجرز ومروحه اللي تجي معها تركب معها نوعا ما تشتغل ليش هذه ما جيمك جوال جيمك أخيرا خلاص شوف النوت صاير في النص ما بينهم صج لأن تحس إن حق الأفري دي يوزر اللي هي اللي يصير الون بلاس الأوفر ذا توب جيمر يعني اللي هي الأوروجي شغل جوالي وينور من ورا أنا طبعا ذا الشيء اللي بسويته الحين الفيديو كله عشان أوصلكم شيء واحد وش ذا؟ يوم 23 أغسطس وش 23 اوغست اون لاين اور اوه شري
اوراجلو اي بس باي طيب صدقني توك تطق واحد دقيقه الحين اوكي الحين عرفتوا يعني بجربه بشون في القناه يوم 23 اقصد الاسبوع الجاي انا اقول عشان نحافظ البري اوردر داي يعني متأكد ان هذا اللي بينزل بيجي اوكي ما اعطاك مع ما اعطاني ما رخصوا لي 100 دولار على كم صار ب 1099 تقريبا ولا 1000 كم المهم تكلم الحين بجربه انا عندي وقت اجربه بجربه انا وبستخدمه اغلب من اسبوع وبعطيك اياه تستخدمه انت انا بتكلمكم ما بالايكو سيستم اخش فيه ما اتوقع ان سامسونج اصلا عندها ايكو سيستم بيرفكت عشان اروح له عندهم ذي خرابيط حق السمارت هوم عندهم هي عندهم الثلاجه بدك تلعب فيها كاندي كراش انا اكلمك ان ايكو سيستم فان عندهم الثلاجه بدك صوره حق الدخل الثلاجه لدرجه ان سبحان الله يعني شفت تكنولوجيا ما يمديك تفتح الثلاجه تقدر تضغط الكاميرا وتشوف شوف دخل الثلاجه الله ما في افضل من ذلك اي اوكي لا تقدر تعرف اللي هي نست كاميرا اللي تفتح التطبيق اي لا تقدر تفتح التطبيق وتشوف ثلاجتك شيك احد فوق البيبسي احد احرك الجلاكسي طيب كنهايه النوت بي جي الاسبوع الجاي او انه ممكن وقت شواتكم الفيديو هذا نوت بلس في نفس الوقت نوت بلس افضل شيء نوت بلس 10 جيجا رام 256 جيجا اي بس افضل شيء اوراجلو الاورا ايش شفت لهم ساعه للون شيء صوره ليش كيف شيء صوره لازم تستخدم لازم تصوره على زوايا الجهاز نلعب فيه بيدنا ولا لا ممكن تسوي اللي هي الشوتس عشان تحطها شنو؟ شوتس حق الريفيو مثلا طيب الريفيو عادي الجهاز اذا كنت ماسكه هو اللمعة حقي تطلع اوكي انا بتقول معك تسوي الشوتس بتحط بتسوي داب على الشوتس احنا قدامك نشوفها فراح استخدمه معاكم ونشوف يعني اوكي شخص ما اقول لكم ما استخدمت اندرويد يعني توني ترى الشريحه كانت يوم مشيت انت كانت تحطها في النكسس في النكسس واستخدمها استخدم شريحة ثانية في النكسس وأنا طالع برا يعني شريحة ثانية حطها واستخدمت أندرويد يعني أنا ما أقول لكم ما استخدم أندرويد لكن جهازي المين ديفايس يعني ما مستحيل أغيره آيفون لكن بستخدم معكم الأسبوع الجاي وبجرب الحين صدق الآيفون الجاي شهر احتمال يصير 90 ولا 120 ما علم من هالأشياء يعني خله يعني مصر نسوي تسريبات ثانية حق الآيفون ولا شيء بس كمان لا بس انا سامسونج يعني تسوي المشكله ان يسوون الشغلات تنحط عند خلق الله قبل من زين 108 ميجا بكسل اللي بتصير نقال لها ان احسن سنسر في الحياه واحسن ما ادري وش وكل شيء ايش اسمه شاومي بتاخذه لانها مقطيه مع شاومي وعندهم الثانيه اللي هي الكم 45 ميجا بكسل ان اللي نقول لهم انه خلاص احسن شيء يسوون الحين حرفيا احسن شيء يسوون هم يقولون ان احسن سنسر يسوونه للجوالات في السوق وينه؟ على A50 ما ادري وش واحد من الشغلات الرخيصه مالتهم اللي اصلا ما في سوفت وير بروسيسنج الشركه تمشي بالمعكوس ما تمشي قدام هو يسوون ماركتينج كل شيء انا عارف ايش نظامهم يسوون ماركتينج ذي كل شيء انا رايح وي انا راجع لا دي على مثبت ماله دردددد يسوون ماركتينج كلهم كله ده عشان يبيعون السنسر للشركات الثانيه هذا دخلهم بحد بس جهاز اوكي ففي النهايه نشوف معاكم يوم 23 بسوي لكم ريفيو حق الجهاز مال المصارعه هي ترقبوا 23 في الساحه وبعدها يستخدم علي يشوف نشوف يستاهل ما ظنتي بس نجرب ففي نهاية الفيديو آخر آيفون عندك وش موجود عندك إيت آخر آيفون إيه هذا آخر آيفون تنس لا في قصدي آخر آيفون مع بال 7 بلس ذا شو اسمه ذي ذي سفن بلس ما غير راح قريت لا نفسه اجي خلاص جرب شو اسمه ده لانه مشاكل في ناس في كل الريفيورز في اليوتيوب في اثنين يقول لك ان اللي هي شو اسمه الفينجر برينت مالتهم يعني اخيس شيء في السوق يعني اسرع شيء في السوق انا شوف انا غارن لكم السرعه في فتح الجهاز بس بالنسبه لي ما يعني اوكي حتى لو سامسونج ما تفتح بسرعه ما راح اقول سلبيه لانه ليش يعني مو بهالدرجة
لا في بعضهم يقول لك انه ما يفتح بطيء ما يفتح اوكي بقدر اسميه بطيء واجد لا هم يقولون ما يفتح بطيء وكل شيء ولا الناس اللي يقولون لك انه ما يمديني يلمسه الا فتح ولو يفتح دائما احنا بنتكلم عن جديد نشوف الحين شو بيصير فخلاص ففي نهايه الفيديو لا تنسوا الاشتراك للقناه ونشر المقطع على لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون بفضل دعائكم وكتبوا تحت في التعليقات اذا حبيت نسوي فيديو ثاني عن شنو نتكلم ما في الاوروجيكم تشجع لا 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 نصور ذا هنا لا ايش تبون نطلع فيه هلا اذا يعتبر اسرع راوتر في السوق قيمة جوال اي قيمة جوال ب $400 ذا الراوتر لا خلاص ما راح اطلع لكم يلا نقول اسمه لا حد يسالني ترى اقول ايش اسمه خلوه يعني لنا بس ميستري 400 وش هو دولار 440 400 408 425 تقريبا دولار ففي نهايه الفيديو مثل ما قلت لكم اكتبوا تحت التعليقات الاشياء اللي تبونها السلام عليكم.